أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيقية يوم الأربعاء معاكم قناة المواشي اليوم يوم 1/11/2023 وتعالوا نشوفوا العجميات البقر العشر مع المعلم كريم. كريم إيه؟ كريم رضا بكر. المعلم كريم رضا بكر كوم زمران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. اللهم صل عليك يا نبي. عجم عشر بأسعار العجم الفاضي. عجم عشر بأسعار العجم الفاضي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عشر كام يا كريم كده بالراحه كده وتفاصيلها بمرض الله. عشر 3 نظاف. عشر 3 نظاف يا جماعه. لبنيه ولا كسر حاجه؟ 700 لبنيه ما كسرتش ولا سنه. 34700 ما كسرتش ولا سنه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اللهم صل عليك يا نبي. رقم 2 يا جماعه. عشر كام ده كريم؟ ده اسمر نصان في الفجر ده. بسم الله ما شاء الله. عشر 3 برضه. عشر 3 برضه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. لبنيه ما كسرتش ولا سن. اللهم صل عليك. 38000 ونص. اللهم صل عليك. كله على قد الفلاح الفقير. كله على قد اللي عايز ياكل عيش ويفتح بيت يا جماعه بمرض الله. اللهم صل عليك. بسم الله ما شاء الله. هنجيب لكم الوش برضه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي على المال وعلى الحلاوه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حل كده فرجنا كده معلم كريم. رقم 3 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. حلاوه ومال يا جماعه. صلاه النبي عليه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عشره كام يا كراميل؟ 3 برضو. رقم 3 والعشر 3. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. صباح الفل يا غالي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنه وعننا البلاء. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حلبات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. لبنيه ولا كسر حاجه كراميل؟ لبنيه برضو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. زي ما قال المعلم كريم لبنيه يا جماعه برضو. بسم الله ما شاء الله. هتفلج هتكسر. بسم الله ما شاء الله. عشر كام رقم 4 ده يا كراميل؟ عشر 7؟ بسم الله ما شاء الله. رقم 4 عشر 7 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. دلوقتي وببلاش برضه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. بالعشر 7 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله. ولبنيه ما كسرتش ولا سن. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. مال يا جماعه. صلاه النبي عليه. صباح الخير يا حاج. نارك ابيض ان شاء الله. الله يقويكم عينكم. بسم الله ما شاء الله. الضر والحلبات يا جماعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. السن برضو اهوت يا جماعه. الله اكبر. على مهلك يا كريم. على مهلك. شوف يا بنت الكلب اهو. على مهلك. شايف؟ لبنيات يا جماعه ما كسرتش ولا سن. بسم الله ما شاء الله. والعمار 7. بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوه يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. حلبات صلاة النبي على الضر باين برضه واطي. وحده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. رقم 5 يا جماعة وخمسة وخميسة في عيد لما يصلي على حبيبنا. زائد 41000 عشان تنسيه. 41000 برضه يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. عشر 7 انضاف. وعشر 7 انضاف. بسم الله ما شاء الله. عشر 4. ودي عشر 4 رقم 5 يا جماعة وخمسة وخميسة في عيد اللي ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. 4 العمار يا كريم. 4 العمار يا. بسم الله ما شاء الله. سنها عامل ايه يا كريم؟ بص على سنها كده برضو معلش. بسم الله ما شاء الله. كسرة جوز واحدة. كسرة جوز يا جماعة. بسم الله ما شاء الله على المال. الله أكبر. الله أكبر. دي أغلى عيد ما شاء الله. دي أغلى عيد. دي ب 42000. 42000 والعشرة 4. والعشرة 4 بس عيد لصنف جاي. ولا خمسة؟ دي عشرة 4 نضاف ومشي في وبدأ في الخامس. بسم الله ما شاء الله. 4 نضاف وبدأ في الخامس يا جماعة. بسم الله ما شاء الله على المال. الله أكبر. قلت عامله كام يا كريم؟ ديت ب 42000. رقم 5 ب 42000 يا جماعه. وهنا اخر تفاحه العرض رقم 6 ب 42 برضه. 42 والعشر 55 في عين الحسود لسه جاي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. العشر 8. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على الحلاوه وعلى الماء. الله اكبر. اخرها كام يا كريم؟ 42000.
42,000 وال10,000 والله اسعار ببلاش يا هو. الله يبارك لك يا كراميلا ويصلح حالك وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله هنجيب لكم الوش برضه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله مال يا جماعه صلاه النبي عليه اهو. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه عننا البلاء. اشكر الله وقول لا اله الا الله، عود بقك على ذكر الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. وعن السامعين كلها يا رب، وربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليه، خمس عجميات من الترز العالي هو كلك عشار. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فضل حياتي انا معلم كريم. سلامتك حاج جواد. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ادينا الرقم 015 50 74 97 60. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجب. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المعونش اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.